مرحبا، أنا إكرام عدوان، الميسرة التعليمية في مركز بيت لحم التعلم الإبداعي لإعادة استخدام مخلفات البيئة، وهو مشروع تعليمي ثقافي غير ربحي تدعمه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومؤسسة مطوعون نحو العالم الـ RTM بتمويل من الوكالة الإيطالية. وكان هذا المركز وليد لفكرة تم طرحها في عام 2016، حيث قام وفد من وزارة التربية والتعليم في زيارة دراسية لريجو إيميليا في إيطاليا خلال مشروع أبك تحت مشروع تعاون من أجل تربية شاملة ذات جودة موجهة الذي تديره الـ RTM ومؤسسة ريجو تشيلدرن. من خلال الزيارة الدراسية تم زيارة رميدا، وكانت فكرة رميدا مثيرة لاهتمامهم، حيث طرحوا فكرة تنفيذ مثل هذه الفكرة التجريبية في مدينة بيت لحم وتعميمها في محافظات أخرى في فلسطين مستقبلاً. والصداقة بين دولة فلسطين ودولة إيطاليا هي قديمة وتطورت أكثر مع دعمهم لقطاع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال. يقوم مركز بيت لحم التعلم الإبداعي بتقديم العديد من الأنشطة والخدمات، مثل اختيار وجمع مواد فائدة ومخلفات من المزودين المحليين، تقديم مجموعة متنوعة من المواد للمجتمع التعليمي لاستخدامها في التعليم اليومي مجاناً، تقديم تدريبات وورشات العمل لمنح المشاركين الفرصة لاستكشاف المواد والتفكير في إمكانياتها التعليمية. عمر مركز بيت لحم التعلم الإبداعي لإعادة استخدام مخلفات البيئة 3 سنوات ونص، وفي هذه الفترة استطعنا أن نكون علاقات وصداقات متينة مع فئات المجتمع المختلفة، وعلى وجه الخصوص المدارس بكافة أعمارها فئاتها العمرية المختلفة، وكذلك المؤسسات العامة والخاصة التي تعمل في قطاع التعليم. وهؤلاء الشركاء بإمكانهم الحصول على بطاقة عضوية مجانية للمركز والاستفادة من خدمات المركز المتنوعة والمختلفة. آلية عمل المركز: في البداية قمنا بزيارات ميدانية للمزودين في بيت لحم، المصانع، المحلات التجارية، أصحاب الحرف، بدعم من شركة منطقة بيت لحم الصناعية المتعددة التخصصات، حيث كنا نختار مزودين لمواد مثيرة للاهتمام. تم توقيع اتفاقيات مع المزودين للحصول على هذه المواد بشكل مجاني وجمعها من خلال شريكنا في جمع المواد مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في بيت لحم. ثم نحضر المواد إلى المركز، نقوم بتفحصها وتجربتها وعرضها بطريقة تظهر جمالها وإمكانياتها المختلفة، حيث نقوم بجعل النفايات عديمة الفائدة إلى مواد ملهمة ذات قيمة. نقدم كذلك ورشات متنوعة لتجريب واكتشاف المواد وخلق علاقات بين المواد والمشاركين في الورشات والتفاعل معها، بحيث تثير لديهم مشاعر وذكريات خاصة لكل مشارك. وبصراحة بعد كل ورشة كنا نرى مدى اندهاش المشاركين وسعادتهم بهذه التجربة والرغبة في المشاركة بورشات عمل أخرى. وكنا نقدم أيضا ورشات عمل حول المواد للمجتمع التعليمي مثل المشرفات والمعلمات وأطفال من جميع الأعمار. ونحن نفتح أبواب المركز في أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع أمام الراغبين للتعرف إلى المركز، وكذلك تزويدهم بالمواد التي يحتاجونها. وهنا أحب أن أذكر بعض الأرقام الخاصة بمركزنا في بيت لحم، حيث أننا كنا على علاقات وثيقة مع المزودين ووقعنا على 34 وثيقة مع مزودي المواد من مصانع ومحلات تجارية وحرفية، وقمنا بعمل يوم مفتوح لهم لزيارة المركز والتعرف إلى أين تذهب المواد بعد أن نأخذها منهم، وكانوا يشعرون بالفخر بحيث يتم توظيف هذه المواد بشكل إبداعي وعرض إمكانياتها بطريقة مبهرة تدعو إلى تجربتها واكتشافها. المواد التي تم توفيرها كان نحو 23 مادة متنوعة، تم إنقاذ نحو 312 كيلوغرام من مكب النفايات واستخدامها وتوظيفها في سياقات تعليمية مختلفة، 420 زائر للمركز بين مؤسسة ومدارس ومعلمين وأفراد من المجتمع المحلي، 112 عضو مستفيد من خدمات المركز، تنفيذ نحو 26 ورشة عمل بمشاركة 242 شخص، قمنا بفعاليات متنوعة مثل يومين مفتوحين للمزودين، فعالية في ساحة بيت ساحور مع 36 طفل من 7 مدارس، فعالية مع الأطفال في مخيم صيفي.
مركز بيت لحم التعلم الإبداعي نشأت به الكثير من العلاقات المثيرة بين المشاركين بعضهم البعض وبين المشاركين والمواد المتنوعة الموجودة في المركز. وفي النهاية نعتقد بأن مركز بيت لحم التعلم الإبداعي لإعادة استخدام مخلفات البيئة مشروع تجريبي صغير بمساحته وهائل بإمكانياته، ونأمل بأن نسير على طريق صحيح نحو تعليم أكثر استدامة. وشكراً لاستماعكم.